الثورة صارت تموقع الأحزاب، فما تصارع بين الأحزاب وغابت كل أهداف الثورة اللي هي حرية كرامة تشغيل. هذا الكل ما صارش، لكن اللي صار الشباب اللي عمل ثورة ما نال منها حد شيء. البطالة هي بيدها، الانتحار هو بيده، المخدرات هي بيدها، داعش هو بيدها، وذايا ملف الحرقة هذايا متزال أكثر من 2011. ما نشوفش انا ثوره، معناتها الثوره الوحدية، معناتها واحد حب على كرسي وحب فك وخطف، ثم اعتد كوك سيستم تبدل، فهمت؟ اما باش تقول لي معناتها ثوره الشباب زاد، بالعكس الشباب زاد كف اكثر بطاله. الأزمة لقد تفاقمت أكثر فأكثر، ولم يرى الشباب ما يريده من هذه الثورة، بل هذه الثورة لم تكد ترى النور، بل أخفقت واستولى عليها أزلام النظام. ويعني أن الثورة ستأتي مرة أخرى على الأخضر واليابس بعد الوعود الكاذبة التي تلقاها الشعب التونسي بأوامر خارجية، ومنها الاحتجاجات الأخيرة التي هبت في منطقة المكناسي حول الفوسفات ومنطقة بن قردان حول الحدود، وكذلك بعض المناطق كاسبيطلة والمناطق الشمالية، مما يدل على أن أزمة منفجرة في هذه البلاد ولن ترحم هذه الحكومة.